نحن هنا بمكاتب التصويت بمدرسة بن عثمان بولاية تيبازا منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية الاقتراعية. إذا العملية تجري في أحسن الظروف هنا، ولا بأس بتقديم لكم بعض الأرقام، حيث تقدر الهيئة الناخبة بولاية تيبازا 484,598، منهم 12,784 مسجلا جديد، موزعين على 204 مركز انتخاب، منهم 33 مركز خاص بالنساء مثلما هذا الذي نحن متواجدون به اليوم، وتتنافس 143 قائمة انتخابية على 28 مجلسا بلديا، في حين تتنافس على المجلس الشعبي الولائي 11 قائمة انتخابية. إذا زملائي ما لمسناه هنا ونتحدث مع بكثرة من أجل الانتخاب هو ذلك الكم الهائل من الوعي، ذلك الكم الهائل من الاهتمام والتأمل يعني الشغف بهذه العملية التي يولونها الاهتمام الكبير. فالكل هنا ينتظر تجسيد الوعود، الكل هنا ينتظر تجسيد المشاريع التي انطلق فيها في يعني السنوات الماضية. إذا الرهان هو اختيار الأكفأ والأقدر من أجل تحمل المسؤولية ومن أجل حمل الأمانة.